بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في فندق وشقق أرتيتا، نصور غرفة من نوع غرفة وصالة. هذه الصالة طاولة الطعام، صالة الجلوس، يوجد داخل الصالة شاشة مسطحة، هنا المطبخ يتوفر فيه جميع مستلزمات الطبخ. هنا ثلاجة كبيرة، تحتوي الشقة على غرفة وصالة مع غرفة ثانية عبارة عن مكتب. هذه الغرفة الثالثة الصغيرة عبارة عن مكتب. وتوفر كمان 2 حمامات، هذا الحمام الأول، مغسلة يد، شاور، يوجد شطاف. هذه الغرفة تحتوي على سرير دبل، يوجد كمان داخل الغرفة شاشة مسطحة. هذه دورة المياه الخاصة بالغرفة، مغسلة يد، البانيو، ومن ثم التواليت. يحتوي على شطاف، يوجد شطاف. المستوى طبعا مستوى 3 نجوم، يفضل العوائل الكبيرة الذي يبحثون عن أسعار رخيصة واقتصادية. الفندق يقع في وسط المدينة، مدينة جاكرتا. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.